التدمير والقتل بشكل لا يوصف، فقد اضطهد حيوان أصغر منه بكثير على يد مالكي الأراضي. فحتى يومنا هذا توجد برامج للصيد ودس السم لكلب المروج في الولايات المتحدة. لقد حل كلب المروج محل الثور الأمريكي كمقياس لمدى صحة المروج الأصلية. هنا في محمية وينت كيف الوطنية تحظى كلاب المروج بالحماية وتمتد مستعمراتها عبر الوديان. تحب هذه الكلاب العيش ضمن مجموعات كبيرة، وتصف إحدى القصص عند بداية القرن إحدى مستوطنات كلاب المروج بأنها احتلت 25,000 ميل مربع في تكساس. وقد عرضت منافسة أصحاب الماشية على الأعشاب كلاب المروج للخطر، وكذلك فإن الحكومة تبنت برنامجاً لإبادة هذه المخلوقات. يفضل هذا الحيوان الصغير والضعيف العيش ضمن مستعمرات كبيرة، فوجوده بأعداد كبيرة يشعره بالأمان، ويعرف هذا بأثر أنانية القطيع. فكل حيوان يعتقد بأنه إذا كان ضمن تجمع كبير في مكان واحد فستكون فرصته في النجاة أكبر، لأن الحيوان المفترس سينفرد بجاره القريب منه وليس به هو. طريقتها الوحيدة للدفاع عن النفس هي الاختباء تحت الأرض، وقليلة هي الحيوانات المفترسة التي تستطيع الاقتراب من كلاب المروج دون أن تراها، لأن الآلاف من العيون تمسح السماء والمروج بسرعة. وهناك نظام دقيق من الصيحات التحذيرية التي تنتقل بلمح البصر من جحر لآخر عندما يداهمها الخطر. تنتشر هذه الحيوانات عبر المروج وتشكل مستعمرات كبيرة تسمى قرى، وتنقسم كل قرية إلى جماعات أو زمر أسرية، وضمن تلك الجماعات تعيش كلاب المروج حياة اجتماعية وإقليمية وثيقة. تلك هي الصرخة الإقليمية، وقد تعني قدوم المعتدين، أو قد تكون تحذيراً للغرباء، أو ربما كانت تعبيراً عن الأمن والاطمئنان. وتعيش هذه الحيوانات في مجتمع تشكل فيه الرؤية والسمع واللمس عناصر أساسية للشعور بالأمان. لذلك ترى كلاب المروج تراقب باستمرار وتستمد الراحة من وجود أفراد العائلة، وتراقب هذه الحيوانات قدوم الغرباء من زمرة أخرى، وتمسح المكان باستمرار للانتباه للخطر. ولا يمكنك التسلل إلى إحدى هذه المستعمرات إذ يتم الإعلان عن قدومك مباشرة. يبدو أن كلاب المروج تستمد الطمأنينة المستمرة من علاقتها الأسرية الوطيدة، وتستمتع بالتنظيف المتبادل لفراء بعضها البعض. يتم التعرف على الغرباء من زمر أخرى بطريقة دقيقة، ويلقى أولئك تحدياً ومقاومة، ثم يطردون من الموقع.